السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. فنصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، وبنأكد انها تبسيط العلوم يعني معلومات مبسطة عشان نوصل المعلومة بيسر وبسهولة للطلاب بحيث ان هم يقبلوا على المواد العلمية ويفهموا المستعصي منها، يعني مش الغرض التعمق او الاعطاء المعلومة بتفصيل التفصيل، يعني ده ليه فيديوهات اخرى. يعني خدنا في الفيديو السابق مقدمة عن الفيروسات وخصائصها الى اخره. دلوقتي بناخد مثال على الفيروسات اللي هو اللاقم البكتيري او البكتيريوفاج، اللي هو الفيروس اللي بيعيش متطفل على البكتيريا. التركيب بتاعه زي ما احنا شايفين عبارة عن جزئين، رأس اللي هو بيحتوي على مادة الوراثة او الغلاف البروتيني، وذيل اللي هو عبارة عن ادي الغمد وادي الذيل وادي القاعدة وادي الالياف. يعني تركيب بسيط ومبسط خالص، طبعا في بيانات اكتر من كده بكتير على التفصيل، لكن احنا يكفينا هذا الامر. طيب هذا الفيروس خطوات التكاثر بتاعته ناخدها من على الرسم بهذا الشكل. الحقيقة الفيروس ده عشان يتكاثر لابد له من أن يتكاثر من خلال العائل بتاعه اللي هي البكتيريا. طبعا الاسم الفيروس أو البكتيريوفاج عشان يبقى الكلام واضح يعني. طيب الخطوة الأولى في تكاثر الفيروس أهي. طب احنا رسمين اتنين دورة حياة؟ وهنقول دلوقتي ليه حالا دلوقتي. الخطوة الأولى ادي البكتيريوفاج بالشكل ده، أو اللاقم البكتيري أو الفيروس، بيبتدي يستقر على سطح الخلية البكتيرية اللي هو هيتطفل عليها في موقع محدد، يعني مش أي مكان، لأ بيبقى أضعف موقع في الجدار بالشكل ده كده. ثم يبدأ في حقن مادة الوراثة بتاعته إلى الداخل. أهي أدي مادة الوراثة بتاعة الفيروس بالشكل ده، ودي مادة الوراثة بتاع البكتيريا. يبقى دي أول خطوة، بيستقر الفيروس على مكان موضع معين على جدار الخلية البكتيرية، ثم يحقن مادته الوراثية داخل، يحقن البكتيريوفاج مادته الوراثية داخل الخلية البكتيرية. طيب بعد كده بتبتدي مادة الوراثة بتاعة الفيروس تستدير بالشكل ده زي ما احنا شايفين، واصبح الفيروس فاضي ما فيهوش ماده وراثه، بقى كبسوله بس. بعد ما فور ما ماده الوراثه بتستدير خلاص، بيحصل بقى حاجه من الاثنين، اما بيتوجه للدوره التحلليه اللي هي فيها هيقضي على الخليه البكتيريه ويحللها، او بيتكاثر بطريقه اخرى هنشوفها دلوقتي، بس ناخد واحده واحده. فهنفترض ان هو هيروح في دوره الحياه التحلليه، ايه بقى اللي يحصل؟ اللي بيحصل ان مادة الوراثة الفيروس بتتحكم في مادة وراثة البكتيريا وتكسرها، بحيث انها بيحصل ايه؟ تبتدي تحلل المادة دي الى المواد وتصنع المواد الخاصة بالفيروس اللي هو الرأس والذيل ومادة الوراثة، ويبتدي تجميع مادة وراثة الفيروس مع الرؤوس والقواعد عشان تكوين فيروسات جديدة. وفور ما بتتكون الفيروسات الجديده فورا بتبتدي تتحلل الخليه البكتيريه، عشان كده سموها دوره تحلليه، بتتحلل البكتيريا وبتموت، وتنطلق الفيروسات الجديده تصيب خلايا جديده وهكذا. يبقى النوع ده من الدورات اللي هي على اليسار ده دوره تحلليه، لانها اتحللت الخليه البكتيريه وماتت. طيب لو راح في الدوره الثانيه بقى اللي هي بيسموها المستذيبه او اللايسوجينيك، ايه بقى اللي بيحصل؟ الفيروس هنا بيبتدي بيندمج مع مادة وراثة البكتيريا، يعني أصبح في مادة وراثة واحدة بس، جزء منها القديم بتاع البكتيريا والجزء بتاع مادة وراثة الفيروس، الاثنين بقوا مادة واحدة. يبقى أصبح مادة وراثة الفيروس الدي إن إيه بتاعه جزء من مادة وراثة البكتيريا، والخلية بتفضل زي ما هي سليمة. تبتدي الخلية البكتيريا تنقسم انقسام ثنائي، ثنائيا هنا أهو، خلاص؟ عشان تنقسم اثنين، وطبعا وهي بتنقسم بتتضاعف ماده الوراثه اللي هي موجوده فيها بما فيها ماده وراثه الفيروس، فاصبح عندي نسختين من ماده الوراثه سواء للبكتيريا او للفيروس.
وبيستمر هذا الامر. يعني ممكن تستمر الانقسامات بتاعت خلايا البكتيريا عشان تكون 1000 2100 200 خليه ايا كان يعني، وكل واحده فيهم بتحتوي على ماده وراثه للفيروس، يبقى هو كده تكاثر وكان ماده الوراثه بتاعته دخلت في كل الخلايا دي. خلاص؟ طيب اللي بيحصل بقى ساعات يحصل ايه؟ يبتدي ان الخليه دي او ماده الوراثه دي تنفصل بتاعه الفيروس عن ماده وراثه البكتيريا، ويبتدي يستدير مره اخرى ويتوجه للدوره التحلليه، يرجع بقى عشان يتحلل مره ثانيه. يبقى اذا البكتيريوفاج اما بعد ان يحقن مادته الوراثيه داخل الخليه البكتيريه اللي بتغذى عليها، اما بيبتدي ان هو يحللها ويحلل مادتها الوراثيه ويستغلها في بناء فيروسات جديده وتتحلل الخليه البكتيريه، او انه بيندمج مع مادتها الوراثيه ويبتدي تتكاثر الخليه البكتيريه خليه 2 4 الى كذا، ويبتدي ينطلق الفيروس بعد كده بقى لما ينفصل عشان يبتدي يتحلل مره اخرى ويكون فيروسات جديده، لانه طول ما هو مندمج كده خلاص دي خليه بكتيريه عاديه. امتى بقى يرجع الفيروس مره ثانيه؟ عندما ينفصل مادته الوراثيه عن ماده وراثه البكتيريا ويبتدي يحلل الخليه البكتيريه عشان يكون فيروسات جديده. طيب ممكن نشوف ده بالتفصيل اكتر. اهي الدورة التحللية اهي يا جماعة الخير، رقم واحد اهي. بيلتصق البكتيريوفاج على سطح العائلة اللي هي الخلية البكتيرية في موضع معين ويحقن مادته الوراثية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ودي مادة وراثة البكتيريا. ثم يبتدي يحصل ايه؟ يتكسر مادة وراثة البكتيريا اهي المتكسرة دي اهي نتيجة تحكم مادة وراثة الفيروس. لما تكسرها تبتدي تحولها الى مواد وراثيه خاصه بالفيروس، يبقى ماده وراثه البكتيريا اتحولت الى مكونات خاصه بماده وراثه الفيروس اللي بتدي يصنع بعد كده ايه بقيه اجزاء الفيروس بقى اللي هي ايه الرؤوس والالياف الى اخره، ويبتدي تجميع للفيروسات الكامله، ثم بعد ان تكتمل تنفجر او تتحلل الخليه البكتيريه وتنطلق الفيروسات تعيد دوره الحياه مره اخرى. كده دي دورة حياة الفيروس. طيب الإنسان بقى إزاي بيقابل أو بيستعد أو بيقاوم الإصابة الفيروسية اللي هي بقى تحت عنوان آليات دفاع الجسم ضد الفيروسات. فبيعتبر هنا في نقطة تانية المفروض بيعتبر الجهاز المناعي للإنسان هو المسؤول. طيب عن الميكروبات، خلي بالكم أنا قلت هنا الميكروبات ما قلتش الكائنات الدقيقة. إيه الفرق بقى بين الميكروبات والكائنات الدقيقة؟ الحقيقة يا جماعة الخير الكائنات الدقيقة بتنقسم إلى كائنات مفيدة أو ليس لها ضرر وكائنات مضرة. الكائنات الدقيقة المضرة الممرضة اللي بتسبب مرض هي بس اللي بنقول عليها ميكروبات، يبقى الميكروبات تساوي كائنات دقيقة ممرضة. طيب المناعة عندي بتبقى فيه مناعتين الحقيقة، مناعة طبيعية موروثة اللي هي الإنسان بيتولد بيها، أو مناعة بيكتسبها بعد الميلاد وايه بتيجي بعد كده يعني وبتبقى غير متخصصه. طب نشوف ده كله نلخصه في الرسم ده اهو. اللي بيحصل طبعا ده رسم مبسط يعني في رسومات اكتر من كده واكثر تفصيلا يعني. المناعه يا اما بتكون طبيعيه موروثه ودي بيسموه خط دفاع الجسم الاول، ده الطفل بيتولد بيها من هو جنين، وبالتالي بيكون جسمه قوي مقاوم للامراض ما بيعياش بسهوله بامر ربنا سبحانه وتعالى، ودي تكون مناعه غير متخصصه يعني ايه مش ضد مرض معين، ده هو الشخص ده قوي مناعته قويه ما بيصابش بسهوله مثلا بالبرد بالانفلونزا اللي هي مناعته قويه يقدر جسمه يقاوم اي فيروسات او ميكروبات بتخش في الجسم يعني. دي مناعه موروثه كده وتقول مش ضد مرض معين، لا ده عامة. طيب فلنفرض انه بعد كده بقى نيجي مناعة مكتسبة، المناعة المكتسبة دي بتتم بطريقة قدرية بقدر الله أو بيسموها عرضا، اللي هو يحصل إنسان بيمرض بمرض معين، المرض ده معناه إيه؟ إن في فيروسات أو ميكروبات أو اللي هي البكتيريا دخلت جوه جسمه وابتدت إن هي تهاجمه، فابتدى جسمه يبتدي ينشط ويبتدي يعمل أجسام مضادة عشان يقضي على هذا الميكروب. ده بيسموها مناعة مكتسبة بس عرضا او قدرا، خلاص ما كانش مقصود ان احنا نعي الانسان ده، هو عيا بقدر ربنا يعني خلاص. فابتدى يتكون عنده اجسام مضاده ودي بتكون مناعه دائمه، يعني اذا اصيب مثلا بالجدري والحصبه ما تجدوش بقى تاني ان اصبح جسمه موجود فيه الاجسام المضاده وبتفضل موجوده. طيب وسميناها مكتسبه لانها ما اتولدش بيها. في هناك مكتسبه بقى مقصوده صناعيه احنا اللي بنتسبب فيها، ليه؟ عشان ما نستناش لغايه لما الانسان يعيا، لان ممكن لو الانسان اصيب بالمرض وما قدرش يعمل الحدوته دي اللي هو يكون اجسام مضاده وكذا 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 بصوره طبيعيه، هنخش في قصه ثانيه بقى. المناعه المكتسبه الصناعيه اما بتكون
نشطه او غير نشطه. يعني ايه؟ لو انا اعطيها كنوع من الوقايه زي ما بنطلع الحجه او العمره او بنسافر اي بلد اخرى، خلاص، فبنعمل ايه؟ بندي حاجه اسمها طعم اهو، اللقاح او طعم، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ميكروبات مقتوله او ضعيفه او السموم بتاعت الميكروبات دي. يبقى ثلاث احتمالات. ليه؟ لحثه يعني تنشيطه. لحث مين؟ الجسم الانسان على تكوين الاجسام المضاده، وده بيكون قبل الاصابه بالمرض مش بعدها، يعني كنوع من الوقايه. يبقى المناعه المكتسبه الصناعيه بتكون فعاله او نشطه او بتكون دي دائمه، خلاص، طالما اتكونت الاجسام المضاده الانسان هو اللي كونها بتفضل عنده موجوده على طول، وده من خلال اعطاء اللقاح او الطعم اللي هو عباره عن ميكروبات ميته او بتكون احيانا ضعيفه عشان يقدر يقاومها الانسان، او السموم بتاعتها. طيب اذا حصل واصيب الانسان خلاص بمرض وما قدرش يحصل هنا زي ما حصل هنا انه يكون اجسامه المضاده وخلاص هو اصيب، لو اصيب وقدر يكون مناعته الخاصه فبيكون في الجهنة في الجزء ده. اما لو ما قدرش فبنضطر احنا بقى نتدخل، الاطباء يتدخلوا ان هو بيحصل ايه؟ ان بيديله اجسام مضاده جاهزه اتكونت في المعمل، وده من خلال حاجه اسمها مصل او ترياق، انما هنا اسمها ايه؟ طعم او لقاح. فاللي بيحصل بقى دي عباره عن اجسام مضاده جاهزه محضره، خلاص، زي ما بيدي في السيرم او كده، وده بيجي بعد الاصابه، خلاص، او زي ما بيحصل لما بتتنقل الام تصاب بمرض فبتكون اجسام مضاده تنتقل للطفل او الجنين اللي في بطنها. طبعا ده برده بيكون نفس الحكايه يعني. طيب المناعه دي بتكون غير نشطه لان جسم الانسان ما كانش ليه فضل او نشط عشان يكون اجسام المضاده، ده احنا اعطينا له جاهزه، فهي غير نشطه، خلاص، ومؤقته، لانها اول ما المرض خلاص بينتهي الاجسام المضاده كمان بتتكسر وبتروح خلاص انتهت، فبالتالي بيرجع تاني كانه ما عندوش مناعه ضد هذا المرض. يبقى اذا المناعه بتاعتنا اما طبيعيه موروثه بتكون غير متخصصه، غير مش ضد مرض معين، وبتكون دائمه ومرتبط بيها. اما اللي بتكون المكتسبه دي بتكون دائمه امتى؟ بتكون دائمه في حالتين، اذا كان ده اصيب بها عرضا وهو الجسم كون الاجسام المضاده الخاصه بيه، او بتكون مفتعله او صناعيه، وبتكون ايه؟ صناعيه لانها بتكون نشطه او دائمه لانه بياخد اللقاح او الطعم ويكون هو الاجسام المضاده. يبقى سواء كان قدرا او احنا قصدينها، في الحالتين دول بتكون ايه؟ مناعه مكتسبه، يا اما قدريه وبتكون دائمه، وهنا بتكون صناعيه بس برضه دائمه. اما اذا مرض الانسان ولم يستطع انه يكون اجسام مضاده فاحنا عايزين نلحقه بقى، فبالتالي بنديله المصل او الترياق اللي هو عباره عن اجسام مضاده جاهزه متصنعه في المعمل. ليه؟ عشان يقدر يعدي فتره المرض اللي هو اصيب بيه. يبقى دي قبل المرض بتتاخد. طبعا دي القدريه دي خلاص بتتكون عند المرض. هنا دي بتتاخد قبل المرض كنوع من الوقايه، انما هنا بتتاخد بعد المرض لان عشان كعلاج، وبالتالي بتكون ايه؟ مؤقته وليست دائمه. بكده بنكون نهينا الجزء بتاع الفيروسات، بس لو رجعنا تاني هنا عشان نشوف الاهداف بتاعتنا اللي احنا حققناها اهو، يبقى احنا في خلال الوحده دي شفنا صفات وتركيب الفيروس، المثال بتاع البكتيريوفاج او اللقم البكتيري، عرفنا ليه لا يصنف الفيروس ضمن الممالك الخمسه، عرفنا خطوات تكاثر الفيروس بالطريقتين او دورتين الحياه بتوعه، عرفنا اضراره وفوائد الفيروس، وعرفنا الرسومات وعليها البيانات. الى هنا بنكون انهينا الوحده الخاصه بالفيروسات. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والى ان نلقاكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.